شوف يا سيدي بقى، انا ببقى في قمه سعادتي وانا بيشرفني من منور احمد عز ومنار سرحان، بس ببقى في قمه سعادتي اكتر لما موجودين وهم مغلوبين. يعني حاسس ان انا بتشفي، حاسس ان انا مبسوط. او مثلا في ماتش هيتلعب بكره لريال مدريد مثلا، فببقى حاسس ريال مدريد وبرشلونه، بحس انه في امكانيه. ان منار حقيقه بقى لها فتره ما بتطلعش معانا، وريال مدريد عمال يكسب عمال يكسب عمال يكسب، فقلنا منار تيجي لنا تاني. واحمد برضه نفس القصه على فكره، ده انا لسه واخد بالي دلوقتي برضه. فقلنا منار واحمد الاثنين يجوا لنا عشان خاطر ربنا يكرم ان شاء الله باذن الله ياخد بايد ريال مدريد. شرفني ومنورني ناقد الرياضي الجميل ومدير تحرير موقع في الجول صديق العزيز احمد عز. صباح الفل. اهلا اهلا وسهلا. اهلا اهلا انت في قمه سعادتك. انا يعني انا مبسوط النهارده ابقى معاك في اول مره اهو في السوبر حاجه وان هي تبقى جايه في مناسبه لطيفه جدا 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 الصراحه. كمان منار سرحان الناقده الرياضيه والصحفيه بالمصري اليوم والدكتوره، دكتوره قد الدنيا طبعا. ازيك يا منار عامله ايه؟ ازيك يا ابراهيم؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. كله كويس؟ تمام. مبسوطه الزيدان؟ هو تقريبا زيدان كان عارف ان احنا جايين لك فما رضاش يكسفنا يعني. يرفع بالروح كل معنويه النهارده. تقرير عن المباراه ونبتدي كلامنا ونبتدي تحليلنا. يلا بينا. ربما تكون المباراة الأصعب والأهم لبرشلونة هذا الموسم عندما يحل ضيفا على منافسه اللدود أتلتيكو مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا التي سيحتضنها ملعب الفيسنتي كالديرون معقل النادي المدريدي. المباراة تحمل أكثر من أهمية لكتيبة لويس إنريكي، لا سيما أن اللقاء بمثابة عنق الزجاجة لفريق برشلونة الذي يبحث بشدة عن التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا ليدافع عن اللقب الذي حققه في الموسم الماضي، وأملا في أن يصبح أول فريق يحقق هذه البطولة مرتين متتاليتين. هذا في الوقت الذي يعاني فيه البارسا في الليغا الإسبانية بتعرضه لهزيمتين متتاليتين، الأولى جاءت في واحدة من أهم مبارياته هذا الموسم أمام الغريم التقليدي ريال مدريد، وتحديدا في عقر داره في الكامب نو حيث خسر برشلونة بهدفين مقابل هدف قبل أن يتعرض لهزيمة أخرى مفاجئة أمام ريال سوسيداد في ملعب الأنويتا الذي أصبح العقدة للفريق الكتالوني، لتكون هذه الفترة الأسوأ لبرشلونة هذا الموسم، حيث أنها المرة الأولى التي يفشل فيها الفريق في تحقيق أي فوز في ثلاث مباريات متتالية بالليغا الإسبانية، في سابقة تحدث لأول مرة أيضا مع المدرب الحالي لويس إنريكي. هو ما أشعل الصراع من جديد على لقب الدوري الإسباني بعد أن تذلل الفارق بين برشلونة المتصدر وملاحقه المباشر أتلتيكو مدريد إلى 3 نقاط فقط. أما صاحب الأرض والضيافة أتلتيكو مدريد يدخل اللقاء بروح معنوية عالية للغاية، خاصة بعد تسجيل الفريق 8 أهداف في آخر مبارتين له بالليغا الإسبانية باكتساحه ريال بيتيس بخماسية على الفيسنتي كالديرون، قبل أن يضرب جار برشلونة الكتالوني فريق إسبانيول بثلاثية كشفت عن الفاعلية الهجومية الكبيرة للفريق المدريدي الذي يكفيه الفوز بهدف نظيف على برشلونة في لقاء الإياب للتأهل إلى نصف النهائي بعد هزيمته في الذهاب بهدفين لهدف. إلا أن كتيبة دييغو سيميوني تفتقد لجهود المتألق مؤخرا فرناندو توريس بسبب الإيقاف والذي سجل في 3 مباريات الأخيرة مع الفريق، من بينهم هدف الإنقاذ في مرمى برشلونة في لقاء الذهاب قبل حصوله على الكارت الأحمر الذي سيبعده عن المواجهة المرتقبة في الكالديرون. بينما يستعيد إنريكي نجمه المتألق وقوته الضاربة لويس سواريز الذي غاب عن لقاء ريال سوسيداد الماضي والذي ظهر تأثير غيابه الكبير على قوة برشلونة الهجومية، هو ما أدى لخسارة الفريق بهدف نظيف بسبب إيقاف سواريز.
قد يصب التاريخ في مصلحة إنريكي الذي لم يخسر أو يتعادل في 7 مواجهات لعبها أمام دييغو سيميوني محققا 4 انتصارات في الكامب نو و3 انتصارات في الفيثنتي كالديرون. إلا أن سيميوني يتمسك بأنه الفريق الوحيد في آخر 8 مواسم استطاع إقصاء برشلونة من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك في موسم 2013-2014 بهزيمته بهدف نظيف في الفيثنتي كالديرون، هي نفس النتيجة التي يحتاجها الفريق المدريدي لتكرار إنجازه على كتيبة البلاوغرانا للمرة الثانية والتأهل لنصف نهائي الأبطال. فلمن تبتسم الكرة في هذه القمة؟ هل كتيبة إنريكي بقوته الثلاثية الضاربة أم دهاء سيميوني وقتالية لاعبيه ستنهي أحلام حامل اللقب في الوصول إلى بطولته الثانية على التوالي؟ طيب هو انا عايز ابتدي معاكم طبعا الحوار على مباراه برشلونه واتلتيكو، انما لازم نعدي النهارده على طبعا ريال مدريد وولفسبرج. هل كنتوا متخيلين ان المباراه تنتهي بالنتيجه دي 3-0 وانه ريال يضغط من الدقيقه الاولى وسجل هدفين بسرعه دي 16 17 والدنيا تمشي كده؟ يمكن التشكيل اللي لعب بيه زين الدين زيدان ماتش الكلاسيكو ونجح بيه فشل تماما في الماتش اللي وراه بتاع فولفسبورج اللي كان في المانيا، وكان باين ان ثلاثي ارتكاز كتير قوي على فريق مش بيهاجمك بشكل كبير. كانت كذا مره تلاقي ان في نقص في الكثافه العدديه والفريق ما كانش في افضل حالاته في ماتش الذهاب. لما لقيت التشكيل في ماتش الاياب هو قلقت، يعني انا كنت متخيل ان هو هيعمل بقى واحده من ماتشات جوارديولا، ينزل فراودة اكتر بكتير، وينزل جيمس رودريجيز، اسكو يمكن كمان هيحاول يمسك الملعب ويحاول يضغط، لكن لعب بثلاث ارتكاز برضه. ده يمكن طلعت مغامره جيده منه، لان الراجل في النهايه ما قبلش هدف يخلص عليه وحافظ على صلابه الفريق، علشان ما يبقاش انت عارف وانت بتلعب ثلاث ارتكاز ومتامن بطريقه ما، لما يبقوا 2 بس في الفرقه فجاه ممكن ده يعني يقلب لك حساباتك او اللعيبه ما تبقاش واخده عليه. فحسيت ان هي كانت مغامره محسوبه وكسب المغامره دي. انت فين السبوره بتاعتك يا استاذ؟ عشان تبقى فاهم بس انا بتكلم من فوق. يعني فاهم انا بتكلم بالظبط. يعني انت عمال تضحك لي وعايز توقعني في الغلط. لا خالص والله ابدا. انا بسالك سؤال يعني، والله بسالك سؤال بره. فين السبوره بتاعتك بتاعت كل مره اللطيفه دي اللي هي انا كنت جاي اشتغل على شاشه التاتش والله. شفتني وانا حلو؟ ها منار. اعتقد بص يعني فولفسبورج لعب ماتش حلو على فكره، هو كرر ماتش العوده، هو عمل هو نفس الشغلانه زيدان، بس صلح حاجه واحده بس ان دانييلو ما تلعبش باثنين باكات برازيليين قدام فريق المان. خلاص ما بقاش نافع من بعد ما البرازيل شالت من قدام المانيا. ما بقاش نافع. دانييلو الماتش اللي فات كانت فاتح مساحات كبيره جدا ما كانش عارف يقفلها زيدان. مارسيلو النهارده كان فاتح نفس المساحات بس كان كل شويه يرمي ناحيه يخلي خيس لما نزل بقى لعب باك شمال ما لعبش اصلا مهاجم. كان بيحاول يقفل الفتحه اللي مارسيلو عاملها وراه ديت. وبصراحه اللاعب اللي هو برازيلي هرنانديز ده بصراحه كان مهاري درجه اولى كمان. فاعتقد دي الغلطه الاساسيه اللي كنت متوقع النهارده. كنت متوقع احمد ان النهارده ريال مدريد يعدي وولفسبورج ب3 اهداف؟ يعني كمشجعه ممكن اقول لك كان ممكن يعدي، يعني لان ريال مدريد مثلا يعني مع زيدان بالذات احنا كل ماتش كل ماتش يجيب مثلا 3-4 تجوان في الشوط الاول. كل ماتش حتى كان ماتش ايبار الاخير بتاع الدوري دقيقه 19 ايام كان جت 3-0 او 2-0 تقريبا. يعني تقريبا كانت بروفا شبيهه لماتش فولفسبورج. وتقريبا النهارده كمان الجماهير بصراحه كان ليها دور اخيرا، يعني برنابيو لقوا ليه لازمه والجماهير عرفت يبقى ليها لازمه، فكان ليه تاثير كويس جدا يعني. طيب تعالوا نبتدي نتكلم عن مباراه اتلتيكو مدريد و نتكلم عن سان جيرمان برشلونه. يلا ماشي تعالى نتكلم عن سان جيرمان. نتكلم عن سان جيرمان. ما بحبش الفرقه دي خالص، مبسوط جدا ان مانشستر سيتي عدى. ليه؟ لا دي حاجات مالهاش علاقه خالص بالكوره. اوكي. حاجات مالهاش علاقه خالص بالكوره. انا كنت متخيل بصراحه ان سان جيرمان اقوى بكتير. مانشستر سيتي في ماتش الذهاب كانت غلطاته كتير قوي في الغلطات الدفاعيه. انا معايا فيديو حتى معرفش لو ممكن يشغلوني كمان حاجه بسيطه. يلا. عن ازاي سيتي كان مهترئ، يعني مكشوف جدا في ماتش الذهاب. فانا كنت متخيل ان في ماتش الاياب هتلاقي مساحه كويسه لانخيل دي ماريا تحديدا انه يبين مهاراته يعني. لكن اللي حصل ان غياب ماتويدي خلى وسط الملعب بتاع باريس سان جيرمان في مشكله. لوران بلا حاول يفكر، فكانت النتيجه العظيمه بتاع ده الفيديو مشكله.
لا, لا. ده مش ده فيديو برشلونه, ده برشلونه, ده احنا عايزين نخليه لما يجي وقت لبرشلونه خلاص. طيب. مش لازم الفيديو بتاع سان جيرمان, هو خط دفاع سان جيرمان, خط دفاع مانشستر سيتي ما كانش بيضغط, ما كانش بي بي, بي ده من مباراه النهارده, النهارده واللي فاتت كمان, الذهاب طبعا جابوا له لوران, لوران بلا بقى عمل النهارده افتكاسه عظيمه. قرر يلعب بثلاثه باكات, ثلاثه سنتر باكات, ففضى وسط الملعب اللي هو اصلا كان سبب تفوقه في ماتش الذهاب فنيا على مانشستر سيتي, فاداهم فرصه كبيره ان هم يخشوا الماتش, فدخلوا الماتش وبرطعوا واستفادوا وجابوا فيه الجون اللي خرجوا. وبالجريني كده صعب شويه الموضوع على جوارديولا, يعني جوارديولا كالعادة. كالعاده صح. يعني ادي الفيديو اللي انت طلبته, بس أوكي. هل ده كان متوقع برضو ولا لا؟ ده صح كده الفيديو اللي انت طلبه؟ بص, هو بالجريني بعد ما بالجريني بعد اللي عمله في الدوري, وان هو بعد مانشستر سيتي عن النتيجه عن المنافسه تقريبا, الناس كلها توقعت ان بالعكس كده هو يعني زي ما يكون بيعاقب مانشستر سيتي ان هو جابوا جوارديولا. بالظبط كده, بس هو دلوقتي صعب كمان شويه على جوارديولا, بس اعتقد ان هو كده كده جوارديولا جاي هيفورمت الفريق, فورمت يعني هيبيع تقريبا اغلب خط الدفاع كله هيتغير, خط الوسط حتى يايا توي ما اعتقدش هيلعب مع جوارديولا, يايا طلب ان هو يمشي. بالظبط, فاعتقد يعني سواء تاهل سواء خد حتى الشامبيونز, هي الحاجه الوحيده فعلا لو خد الشامبيونز يبقى هو كده فعلا حط جوارديولا. وهو جوارديولا دايما حظه صعب جدا, لانه برده لما راح البايرن كان البايرن مكسر الدنيا يعني. هاينكس كان خايف مع هاينكس. اتفضل يا فندم. ده بيبين بيبين قد ايه كان الضغط مفتقد على وسط الملعب. بص ابره بيتمشى بالكره ازاي من غير اي ضغط خالص, ده في ماتش الذهاب, ده في ماتش الذهاب, وبعد كده هوب استلم الكره تاني بيتمشى مره تانيه, مفيش اي حد بيقابله, مفيش اي زاويه تمرير مقفوله قدامه, بيباصي الكوره, وبعد كده لما الكوره بتترفع عرضيه في حاجه جامده جدا, الاثنين سنتر باكات مدين ظهرهم او قفاهم للاثنين فراوله, لا والثلاثه لوحدهم. وبالتالي انت بص دي كوره بتبين ان هم دايما عندهم الغلطه دي. نيكولاس اوتاماندي دايما بيدي ظهره للفيرود بتاعه, الفيرود اللي ماسكه شايف ظهره تماما. وفي معلومه بيقول لك يعني لما تبقى شايف قفل اللي قدامك ده معناه ان هو ما عندوش فكره, لان هو خلاص قفل على نفسه فكره ان هو يلحقك ويتابعك ويبقى عارف انت مكانك فين وراه في الملعب. فغياب الضغط الرهيب ده كان متخيل ان انه هيخلي مأمورية مانشستر سيتي في مباراة الإياب صعبة, لان هو الغلطات دي بتتكرر كتير جدا. لكن الخطة اللي لعب بيها لوران بلا ساعد بيها سيتي ان هو يدخل الماتش, وكيفن دي بروين جون كورتين شاطهم في الماتشين بجونين بجونين خلصوا الماتش. ضربة جزاء كمان. عايز اتعلق على حاجه في ماتش باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي. هو بصراحه يعني باريس سان جيرمان كان معاه مريض في مجموعه يعني, والاداء اللي قدمه كان بيقول لك اللي هو يعني هياخد الشامبيونز على الاقل هيوصل النهائي, بس فعلا الاخطاء اللي حصلت والعك اللي عمله لوران بلان النهارده يعني يقول لك برده باريس سان جيرمان مشكلته ولا مدرب ولا هي النادي كده, لازم في منظومه غلط, في حاجه غلط. ناصر خليفي عمال يشتري لعيبه كتير يعني, دي ماريا وبرنفيتش, واعتقد برنفيتش مش هيقعد يعني. هل متخيلين في موضوع باريس سان جيرمان يتعاقد مع رونالدو فعلا زي ما اتقال ولا لا؟ هتبقى صعبه, لان رونالدو عقده وشرط الجزائي مع ريال مدريد خرافي يعني, فريال مدريد لو مش عايز يبيعه طبعا بعد ماتش النهارده ما اعتقدش هيجي في الصيف يقول لك اسيب رونالدو. مستحيل يعني, مين يبقى عنده كريستيانو رونالدو يبيعه؟ رونالدو على الاقل لسه قدامه سنتين في ريال مدريد. وميسي؟ لا ميسي لا طب مستحيل يمشي. لا يا راجل, ما يروحش مانشستر سيتي؟ لا مش في الوقت ده خالص, ما يعني مش منطقي يعني. يعني حتى هو كمان دلوقتي يبقى مسيطر تماما على موقعه في الفريق يعني, بشكل يخليه ما يفكرش يمشي ويغامر ويروح مكان تاني. طيب تعالوا بقى نتكلم على اتلتيكو وبرشلونه. هعرض لكم كده مقارنه بين موقف الفريقين, وبعدين نبتدي نخش في الموضوع ونعرف مين هيبقى له الغلبه في اللقاء ده. احنا هنتكلم على دوري الابطال, اتلتيكو مدريد وبرشلونه واجهوا بعض قبلوا بعض 9 مرات, كان الفوز حليف اتلتيكو في 4 مواجهات في مقابل 7, التعادلات 3 في مقابل 2, وخسر اتلتيكو 2, ولم يخسر برشلونه اي من اللقاءات اللي جمعت ما بين الفريقين. بتؤمنوا سيد احمد, بتؤمن بموضوع الارقام ده قبل المباريات ولا وهم بيلعبوا بعض, ولا ده كل واحد في طريقه؟ ده موقف كل فريق في دوري ابطال اوروبا, ده طريقه عشان بس طريق كل واحد فيهم, عشان التعادلات مش متعادله. لا ده طريق كل واحد فيهم, ده لعب 9 وده لعب 9, ده فاز في 4 وده فاز في 7. كل واحد كل واحد حسب الفرق اللي لعبها بالتاكيد يعني. فبؤمن بالارقام, بس بالارقام اللي هي بتوظف في خدمه يعني بوس هدف يعني, ما ينفعش ارقام بس كده. فعشان كده يعني دي طبعا بتبين ان اتلتيكو كان في حاله جيده على مدار المشوار من اول البطوله السيزون ده.
ماشي. ما عايز هو يؤكد بس ان دفاع اتلتيكو كويس في كالجيرون. يعني لو اتكلمنا على موضوع مشوارهم في الفرق، مشوار الفريقين في دوري ابطال اوروبا، برشلونه بيسجل في كل الماتشات اللي بره ارضه، واتلتيكو ما بيدخلش جوان، يعني ما بيخشش فيه جوان على ارضه. فهو ده النقطه اللي بكره دي هتبقى يعني مثار اهتمام، يعني مين اللي هيقدر يفوز بنقطته. طيب تعالوا نلعب التشكيل المتوقع لكلا الفريقين. يا دكتوره منار، مين في اتلتيكو مدريد يبتدي؟ هو اتلتيكو تقريبا هينزل في التشكيل، يعني مش هيغير حاجه. اوبلاك هيبقى في حراسه المرمى. اوبلاك وبعد كده هيبقى في خط الدفاع هيبقى سافيتش اللي هو لسه راجع من اصابه، وهيبقى جنبه طبعا جودين، يعني على امل اللي هو يقدر يوقف سويرز. على امل، على امل فعلا. ماشي. وجنبه طبعا فليب لويس هيبقى شمال، وخوان فران عادي. هي التغيير الوحيده اللي ممكن تحصل عشان بسبب طرد توريس ان هو كاراسكو هيلعب. احنا حاطين هرنانديز بدل سافيتش اللي انت قلتي. لا، سافيتش رجع تدريبات امبارح وغالبا هيلعب، يعني غالبا هيلعب. ماشي. لان هو اصلا لوكاس هرنانديز عنده 20 سنه، واول يعني ما لعبش في الموسم ده كله، عشان بس 6 ماتشات. يعني ان هو لعب ماتش برشلونه دي كانت حاجه يعني بس سيميوني عنده ثقه فيه، يعني هتتكلم عنه بشكل ايجابي. هو كان مجبر، هو ما عندوش اختيار تاني. هو ما فيش جامز يعني باك شمال، مش هو اللي يلعب قلب دفاع. لوكاس قلب دفاع طبيعي، بس هيبقى شاب صغير وعمل ماتش كويس قدام برشلونه الصراحه. يعني كملي بقى بقيه التشكيل. وقدامه في خط الوسط طبعا هي التغيير اللي هي لو طرد توريس هياثر ان كاراسكو هيلعب في خط الوسط كجناح ولا هيلعب مهاجم زي العادي. فهو طبعا انا افضل، يعني انا شايف كاراسكو دايما عنده مهام زي دي ماريا، بيقدر ان هو ياخد الكوره وياخد السيطره. كان في فيديو لكاراسكو في الماتش اللي فات قدام برشلونه، بس التشكيله كلها على بعضيها وبعدين نجيب لك الفيديو يبين لك قد ايه كاراسكو بيعرف يمسك الكوره، يعني ياخد 4 ويسحب الفريق كله لقدام. طبعا بعد كده يبقى جابي، جودين، وكوكي، واعتقد اجوستو فرناندو. اجوستو هيلعب عشان على الامل يعني ان هو يقدر برضه يقدر يوقف خط الوسط بتاع برشلونه شويه. تمام. بس هو المشكله اللي انا شايفاها في اتلتيكو ان كوكي هو لو ما قدرش، لو ما خرجش من الرقابه اللي عليه قدام بوسكيتس ويقدر يصنع هجمات المرتده اللي اتلتيكو عايش عليها. طيب يبقى احنا بنتكلم في التشكيل المتوقع، يعني اوبلاك، خوان فران، جودين، سافيتش، لويس، اوجوستو، جابي، كوكي، كاراسكو، جريزمان، ونوجويس. خلاص ده كده التشكيله المتوقعه اللي انت قلتيها. ده الفيديو اللي انت كنت طالبه. اتفضل. ده كاراسكو انت ده تقريبا يعني لمسات كاراسكو 3-4 دقايق بس. انت اتفرج عليه هتلاقيه اللاعب الوحيد اللي كان مع كوكي اللي بيسحب الفريق كله لقدام. هتلاقيه ما بياخدش كوره لورا، هو بياخد الكوره يطلع بيها لقدام، ومش تحت، وتحت ضغط، تحت ضغط 3-4 لعيبه. مش هتلاقي كوره بيفقدها غير مره مرتين وتلاقيها اوت او فاول. فبصراحه هو بيقدم موسم خرافي جدا، وبقى لاعب مؤثر جدا في اتلتيكو. يعني اعتقد ان اتلتيكو ممكن لو فكر يبيعه هياخد فيه مكسب جامد جدا، والدوري الانجليزي ممكن يكونوا حاطين عينهم عليه، تشيلسي مع كونتي ومانشستر سيتي مع جوارديولا. اعتقد لعيب زي دوت بيعمل نفس مهام دي ماريا. عنده كام سنه كراسكو؟ 22 سنه. طيب فلعيب بلجيكي بس فعلا رهيب، يعني انا معجبه بيه جدا من الاداء. طيب نروح لبرشلونه والتشكيله المتوقعه من وجهه نظرك مين؟ التشكيله الطبيعيه جدا طبعا. تير شتيجن في حراسه المرمى، وهيكون داني البش وجيرارد بيكي وخافير ماسكيرانو وخوردي البا، راكيتيتش وسيرجيو بوسكيتس وانيستا. بص حتى هم يعني يعني هو لويس انريكي هتلاقيه بيعمل كده ورا اخر ورا خط التشكيل بالسرعه دي، يعني بيرصهم. بس على فكره الموضوع ده عامل مشكله كبيره برشلونه، هنتكلم عليه بس كمل. عشان مفيش روتيشن يمكن كتير طبعا، ففي ارهاق لان مفيش بودلا كتير كويسين، ولو ان في اردا توران بس هم ما بيصونوش النعمه يعني عندهم. فعلا صحيح فعلا، اردا توران تحس انه يعني مش متقدر يعني. مش كده، الماتش اللي فات مضيع 3 فرص بتاعت الجوان. وكمان عشان برشلونه دايما بيشتري اللعيب اللي بيلعب في 3-4 مراكز، فاردا توران ساعات بيوظف مكان راكيتيتش وهو ابعد شويه عن الدور بتاع راكيتيتش. فيعني انا بشكر لويس انريكي من هنا على ان هو نزل اردا توران في ماتش الكلاسيكو بصراحه مكان راكيتيتش. والله يطلع لكم صوت، والله يطلع لكم صوت، وبقيتوا بتتريقوا على لويس انريكي. طول عمري ساكت بس بصراحه الواحد شاف ايام صعبه. زيدان بيكمل تقريبا 100 يوم ليه مع ريال مدريد، يعني ففي 100 يوم زيدان قدر يرجع لريال مدريد اللي هي جماهير تتكلم تاني ويضيف. فدي بصراحه تحسب لزيدان، يعني بعيد عن كيف الموسم هيخلص. يعني والله العظيم انا اشجع ريال مدريد. بصي اشجع لكم ريال مدريد، جبنا الورق هجيب لكم الارض. طيب انا الاول بس خليني اخد كده مع هاشتاج بتاعنا كده شويه اسئله من الناس اللي بعتها. شريف بيقول مباراه صعبه على الفريقين، ممكن تمتد الوقت الاضافي ولكن الاقرب للفوز برشلونه. حوده بيقول اكيد اذا سجل برشلونه في اول ربع ساعه هتصعب المسؤوليه على اتليتي، ده في التكهن.
كيكو بيقول اتوقعها ليله مدريديه خاصه وفوز الاتليتي 2-0 لجريزمان وجودن وسجل. ادينا يا سيدي سجلنا. محمد بيقول التحكيم هيفضل لحد امتى كده يساند برشلونه يا منار؟ والامتى برضو الام اس ان هيحمو ضعف انريكي دفاعيا وفنيا وتكتيكيا يا عز؟ طب نبدا بالحكم. فين الاجابه؟ هقول لك هبدا بالحكم. الحكم الماتش اللي فات كان بريتش الالماني. هو بصراحه يعني ايه، سيبك من القرارات صح ولا غلط، هو بكره بقى الاتحاد الاوروبي قرر ان هو يعني يبعد عن الدوشه ديت، وراح جاب نيكولا ريزولي الايطالي. حكم ده حكم كاس عالم، حكم نهائي دوري اوروبي، دوري ابطال اوروبا، كاس يعني كل حاجه. نيكولا ريزولي في بقى يعني ممكن جماهير برشلونه تتشائم منه وجماهير اتلتيكو تبقى فرحانه ان هو واحد زي ده هيحكم. نيكولا ريزولي اتلتيكو ما خسرش معاه غير مره واحده بس على ارضه، ما خسرش ولا مره يعني 5 ماتشات اتلتيكو بيكسب فيهم كلهم بنتائج كويسه كمان، وده ماتشات صعبه يعني مش في دوري، واغلبها في دوري ابطال اوروبا. على عكس برشلونه بقى بيخسر قدام، بيخسر اي ماتش بره ارضه نيكولا ريزولي بيحكمه بيخسر. طيب فدي هتبقى نقطه. لحد امتى الام اس ان هيحمي ضعف انريكي؟ انا كان عاجبني جدا الموسم ده في، والموسم اللي فات حتى في لويس انريكي، انه ما التزمش بالقواعد الخاصه بالاستحواذ والتيكي تاكا، وابتدى يغير الفرقه بحيث ان هي تبقى فرقه طبيعيه بتلعب كره مباشره وكره بشكلها المعهود، يعني اللي فيها كمان لويس سواريز راس حربه مش ميسي راس حربه وهمي يعني. هو فك الكلكعه اللي كانت صعبه على اي حد يستمر بيها بعد جوارديولا. في نفس الوقت يمكن برضو زي ما منار كده قالت، فكره ان الفريق كان عنده عقوبه في الصيف في الانتقالات خلت لويس انريكي يستهلك اللعيبه دي وما يبقاش فيه روتيشن كبير جدا. فيعني عايز احكم على لويس انريكي بصراحه من الموسم الثالث مش من الموسم الاول ولا الثاني. طب انا عايز اعرف سيميوني هيبقى عنده مشكله كبيره جدا في فكره انه ما عندوش فرناندو توريس في المباراه دي، ده حاجه تغلق. مشكله اكبر كمان ان جريزمان ما جابش ولا جون في برشلونه، عنده كده في كلكيعة كده ده بيفرق؟ طبعا بتفرق يعني زي النهارده كده زيدان مثلا ايرمتان ده بالنسبه له هو يقعد في النتيجه مش حاجه صعبه، زيدان عملها كتير مع ريال مدريد. نفسيا الواحد بيبقى نازل يعني مستريح، عارف جريزمان يقدر يعمل كده. جريزمان الماتشات اللي فاتت قدام برشلونه تقريبا ما قدمش اي مستوى من اللي هو احنا عارفين، اللي هو يجري ويعدي من دفاع، ودفاع برشلونه اصلا مفكك يعني، هو دفاع برشلونه يبان قوي لغايه خط الوسط، من بعد خط الوسط يعني. طيب غياب فرناندو توريس يتغلب عليه ازاي الراجل؟ بص احنا كنا الحلول اللي ممكن نحطها يعني يعني انت لو اتفرجت على فرناندو توريس الماتش اللي فات، انا اتفرجت شفت الماتش لو كنت جايب الصور كام لقطه يقول لك فرناندو توريس كان مهم قد ايه لاتلتيكو، المفروض اتلتيكو احمق قد ايه في الانذار اللي اخدهم ورا بعض، هو مغفل هي فعلا ما اتقالش غير مغفل. فرناندو توريس مهم جدا يعني، اتلتيكو فرقه دفاعيه جدا المفروض ما يقصرش معاها طرد مهاجم. بس انت تعالى بقى شوف ماتش اتلتيكو، انت عايزه تتكلمي على الصور اللي انت هما صورتين مش هنعرض لك الصورتين من الماتش اللي من الماتش اللي فات اللي اتطرد فيهم لقطتين اللي اتطرد فيهم توريس. انا هقول يعني الماتش اللي فات كان يتقسم بالظبط من اول دقيقه 35 لماتشين، قبل 35 مع فرناندو توريس، وبعد 35 بعد طرد توريس. دفاع اتلتيكو مدريد بعد قبل طرد توريس كان توريس هو اللي بيبدا، اول مدافع في اتلتيكو مدريد كان هو توريس. هي دي اللقطه اللي بالظبط دي اول لقطه اشرحيها لنا بقى من فضلك يا فندم، واحده واحده اهي قدامك. هو بص اتلتيكو في الماتشات الصعبه غالبا بيلعب 4-5-1، اتلتيكو اللي هو الازرق قدام حضراتكم بالازرق والاصفر ده اللي هو برشلونه في المباراه الذهاب. ماشي. الماتش اللي فات سيميوني كار اللي هو يعني جازف شويه ولعب 4-4-2 ونزل كوكي بدل اجوستو على عكس الناس كانت متوقعه. ماشي. تعالى بص هتلاقي هنا كل توريس اول مهاجم على البيكي، انت عارف لعيب مدافعين برشلونه اغلبهم بيضيعوا يلعبوا بكوره كويس يعني غير بيبي مثلا غير راموس بيقدروا لما يطلعوا ويهاجموا يبقوا مهاجم تاني. توريس كان اول مدافع هنا. اول ما توريس طرد في صوره بعديها هتلاقي يعني الصوره اللي بعد اللي جايه دي برضه لسه في الدفاع، كل ده توريس موجود في الملعب، هتلاقي الاربع خطوط متصاصين يعني في المسطره مقفلهم كويس 4-4-2 متقفلين بالظبط. عندي البتاعه بتاعت التدريبات اللي عملوها حتى قبلها ممكن بتكلم عليها. تعالى بقى طيب. بعد طارق توريس ده كده بعد طرد توريس الاربع خطوط او 3 خطوط سوري اتلزقوا في بعض خلاص، ضموا على بعض مش عارفين يعملوا ايه، زي ما تكون مثلا اتفاجئوا الطيب. طبعا الطرد كان بادئ جدا، لحظه مهمه جدا طبعا، بعد ما برشلونه اكتشف بقى ان خلاص اتلتيكو مش هيقدر يدافع راح خدي البا وداني الفيش طلعوا بقوا جناحات، وده برضو اللي انت بتقولي عليه. هتلاقي بص هتلاقيهم بيفتحوا الملعب. انا كنت اتفرج على الماتش لاحظت ده ان برشلونه بقى بيلعب على فكره فتح الملعب، انما للامانه انا ما خدتش بالي من النقطه اللي انت بتقولي عليها انه قد كده فرناندو توريس كان مهم جدا يعني. هو مع انه هو المفروض انت لما يجي فرقه بتدافع يقول لك مهاجم الطارد مش مشكله هنكدس ونقفل وباك ذا باص والحوارات اللذيذه دي، بس باك ذا باص مش بالسهوله دي.
مش 11 لعيب هوصلهم قدام الجون يا ياسر، كانت تبقى كده ما كانش حد غلب يعني. طيب ده برضو هنا اللعيبه بتاعه اتلتيكو منكمشين على نفسهم، الوقفه بتاعته مش هي دي الوقفه. انت دلوقتي برشلونه بقى بيهاجم بخمسه اللي هو نيمار وسواريز وميسي وراكيتيتش وداني الفيش وخوردي البا، وبيكي بقى بيضم وماسكانو بقى يضمه جنب بوسكيتس في خط الوسط. يعني انت كل مش حاجه غريبه شويه؟ هي مش حاجه غريبه على اتلتيكو مدريد انه يبقى الفرقه اللي بتعرف تدافع كويس قوي، اللي متحفظه زي ما احمد ما بيقول، ده عرض لك الفيديو اللي انت بتتكلم عنه ده، تتفك بالعكس ده واقعي جدا يا ابراهيم. يعني انت زي ما تقول سيميوني، يعني انت شيل اردا توران زي ما احمد كان بيقول، اردا توران راح برشلونه، راح فين اردا توران؟ ظهر؟ لا، هي زي ما اللعيب في اتلتيكو مدريد ما تقدرش تحكم عليه لعيب، هو لعيب كويس ولعيب وحش قوي، يعني ممكن تقول عشان نجم موجود ترس جوه المجموعه بالظبط، هي مصنع شغالين مصنع. ده بيعمل ده، لو ده باظ، لو صمونه صغننه قبل كده باظت في مكنه كبيره بتبوظ كلها. طيب الفيديو اللي انت شويه صور كده ورا بعض هنمشي بيهم بقى واحده واحده، في جزء من كلام منار برضو بيوضح يعني بياكد عليه وبيكمل معانا عن اتلتيكو مدريد ده بيفكر ازاي او التدريبات بتاع دييجو سيميوني ماشيه ازاي. طيب ده القصه الطبيعيه بتاعه اتلتيكو مدريد اللي كانت منار بتتكلم عنها، ان هم خطين وراس حربه وفي راس حربه تاني بيدافع في الناحيه الزاويه المستخبيه. ماشي اجري معانا بقى عماره بسرعه. كل لعيب في الجناحين بالذات هو بيطلعك على الجناحين، وبعد كده كل واحد من الجناحين دول بيبقى عليه ثلاثه لعيب كده. حلو الكلام، مقفول عليه. مقفول عليه. في الماتش اللي فات دي بدايه الفرصه بتاعه الجون الاول لبرشلونه، هتلاقي الخطين زي ما منار كانت وضحت، وهتلاقي التسع لعيبه بتوع اتلتيكو مدريد موجودين هنا اللي هم قدام حضراتكم بالازرق والاصفر اللي هو برشلونه مع الكوره ناحيه الشمال اهي. الصوره اللي بعدها قرر عم نيمار ان هو يقوم قاطم لجوه. لما دخل نيمار لجوه هو كمل كده الصوره اللي وراها، الفرقه كلها متكتله، اللعيب اللي كان بيبقى معاه الحاج فرناندو توريس وهو بيرجع علشان يدافع هو اللي استلم الكوره الناحيه الثانيه في الصوره اللي وراها. الصوره اللي بعديها المساحه فاضيه خالص. ده فاكر كده لما كان مورينيو بيقوم حاطط لك صامو لقيته تحسه كانه بيلعب باك شمال بالظبط، او فرناندو توريس مع دي ماتيو لما جاء في تشيلسي وكسب برشلونه بنفس الطريقه. الباك شمال بتاعهم اتطرد يعني اللي هو فرناندو توريس، فالباك شمال بتاعه فدي اثرت بشكل كبير جدا فعلا في الـ 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 الماتش. الجون الثاني كمان بيبين نفس الموضوع بس بشكل مختلف. واحده من صياعه ليونيل ميسي ان هو بيقوم واقف زي هو زي ما هو كده محلك سر، يسيب اللي حواليه ياخدوا ياخدوا عين ياخدوا يعني واحد يلم اللعيبه حواليه. فالكوره جايه هنا هتوصل ليه انا مش عارف ده مين، ده غالبا ده مش انيستا، ده بوسكيتس صح. بوسكيتس لما جت كوره اضطر الباك ليفت بتاع اتلتيكو مدريد ان هو اللي يخش يراقب ليونيل ميسي لان في نقص عددي المفروض ما كانش يحصل الفكه دي واللمه دي. فلما دخل الراجل يستلم الكوره يستلم ليونيل ميسي في الرقابه اسف، الصوره اللي وراها بتبين ام هوب مستلم الكوره في الجناح الفاضي خالص وصنع منها الجون الثاني. كانها كاونتر اتاك من وسط الملعب يعني. بص بقى فجاه بقى في اربع لعيبه قبل الكوره من اتلتيكو وبقى لعيبه اتلتيكو مدريد بره الجيم خالص بالظبط، خرجوهم برشلونه خرجوهم بره الجيم خالص بالظبط كده. طيب ده بقى في مباراه العوده زهيد. عندك بقى امل في ضعف دفاع برشلونه بالنسبه لاتلتيكو مدريد، هو ده بقى هي دي النقطه اللي يبان في الجون في الصور بتاعه الجون اللي دخله اتلتيكو مدريد في برشلونه لما كان الماتش 11 ل 11. لان برشلونه عنده السنه دي عيب رهيب جدا ان سيرجيو بوسكيتس بيغطي على الظاهرين الجنب، لان ظاهرين الجنب في اضعف حالاتهم قياسا بالسنين اللي فاتت كلها سواء داني الفيش او خوردي البا دفاعيا بتكلم دفاعيا، وبالتالي سيرجيو بوسكيتس بقى معظم وقته بيقضيه على تغطيه ظاهرين الجنب مره يمين ومره شمال بالظبط. فهتلاقي هنا سيرجيو بوسكيتس رامي قوي ناحيه الشمال عشان يامن كان واحده من طلعات خوردي البا، والنتيجه انه سايب لعيب مكانه بقى كوكي سايب مساحه رهيبه قدام كوكي علشان يستلم الكوره. اول ما كابتن كوكي استلم الكوره او دي الكوره اللي قبل ما كوكي يستلم الكوره هيستلم بعد كده الصوره اللي وراها. اول ما كوكي استلم الكوره جيرارد بيكي قرر يطلع، لو واحنا واقفين كده الصح ان كان داني ماسكرانو هو اللي يطلع يقابل ماسكرانو اللي هو على نفس خطه على نفس خطه بالظبط كده. هو داني الفيش لو كان جاشف الاوفسايد كانت الدنيا خلصت بس هي دي بالظبط. انا كنت هقولها يعني
ان لو كان اتحرك الفيش من ناحيه اليمين مش اقرب واحد لينا يا جماعه اللي هو احنا بنتكلم عليه اللي هو اخر واحد في الخط خالص ده لو كان طلع لقدام شكرا خلاص ضربه اوف سايد بس او لو ماسك رانو طلع لان في اثنين ماسكين اثنين فهي الدنيا متامنه انما في ضعف في قرايه الملعب من مدافعين برشلونه السنه دي جيرارد بيكي هو اللي ضحى بنفسه وفتح المساحه قدام كابتن فيرمينو في الدوره برضو واقف ما بيتحركش وما بيتكلمش بالظبط كده لحد ما جات له الكوره في من بينيه يعني حطته هو والجول بالظبط برضو يعني حاجه مثيره للاهتمام ان توريس لما رجع اتلتيكو ولا كانه صغر 10 سنين افتكر الكوره اللي كان بيلعبها تاني ما هي دي برضو مساله راحه يعني هي مساله راحه هو وارقام قياسا بارقام اتلتيكو مدريد انت مش مطالب تجيب كم الاجوان اللي كانت منتظره منك وانت بتلعب في تشيلسي او ليفربول وكميه الفرص اللي بيصنعها اتلتيكو بالظبط اتلتيكو اكتر فريق بيصنع فرص اصلا يعني اكتر من برشلونه طب انا بس عايز اسالكم برضو اسئله يعني ما زالت الاهداف بتدخل وما زالت الاخطاء الدفاعيه موجوده وما زال المدربين الكبار موجودين ما هي اي جمله يعني برضو برشلونه بيتضرب يعني في عمقه اتلتيكو مدريد الفرقه اللي احنا بنبص لها ان هي واحده من الفرق العظيمه دلوقتي في العالم برضو بتتضرب دفاعيا واحنا بنتكلم عن انتوا الاثنين دلوقتي اتفقتوا على فكره انه فرناندو توريس اللي احنا شايفينه مهاجم لا ده له ادوار دفاعيه بادئه يمكن من نص الملعب اهم من يمكن مدافع يعني يمكن لو مدافع طرد هيشد واحد من وسط الملعب هينزل قلب دفاع طب العيب هنا بيبقى في مين بالظبط في اي استراتيجيه يعني هي استراتيجيه بالنسبه لاتلتيكو لو احنا بنتكلم على اتلتيكو انا شايفه ان الايموشنالي والتحفيز اللي بيعمله سيميوني ساعات بيبقى بزياده بعيدا عن التحكيم يعني مش هنتكلم في نقطه التحكيم عموما في اسبانيا بايظ اصلا لكن تعالى انت لو ماتش اخر ثلاث ماتشات لاتلتيكو مثلا خسروا بنفس النتيجه لبرشلونه 2-1 لبرشلونه ونفس النتيجه ثلاث لعيبه اتطردوا فهي الفكره كلها ان سيميوني المفروض بكره يحاول ان هو يكمل الماتش ب 11 لعيب اطول فتره ممكن ساعتها ممكن بقى يجيب جون بعد كده يسكن يعني يدافع شويه لغايه ما يحافظ على الجون يخطف كاونتر اتاك لكن ده طول ما هو ب 11 لعيب لكن لو ب 10 لعيب اعتقد الماتش هيخلص بدري وقت طيب خلينا نقول لحضراتكم كده غيابات اتلتيكو مدريد فرناندو توريس ده بسبب طرده طبعا في الماتش اللي فات تياجو ده بسبب الاصابه وخامينيز ده برده بسبب الاصابه ده غيابات اتلتيكو مدريد غيابات برشلونه ماتيو مصاب رافينا برده بسبب الاصابه ساندرو مصاب فيرمايلن برده الاصابه وفيدال الاصابه كلها اصابات في اي اضافات ثانيه على الغيابات كويسه لبرشلونه كلها مكاسب يعني عكس يعني اصابات اتلتيكو مؤذيه جدا يعني اوليفر تويس وكلهم اوليفر تويس تقريبا خط الوسط عند برشلونه خط الدفاع سوري عند اتلتيكو يعني فيهم تاثير عكس برشلونه يعني فيرماليان ده مصلحه برشلونه ساندرو مصلحتين لبرشلونه يعني هي كلها اصابات مفيش غير ميسي ممكن يبقى بديل في حاله طرد يعني حد طيب مكملين مع حضراتكم في حوارنا وتحليلنا الممتع مع احمد عز ومنار سرحان لمباراه الغد ما بين برشلونه واتلتيكو مدريد لكن بعد الفاصل يلا بينا